ماشي. فقلنا حاجة اسمها الاندستريال اسبيوناج، اللي هو ايه التجسس يعني في الصناعات. فدي حاجة اصلا بيستخدم ايه، بيستخدم الليجل مينز تو اوبتين بزنس انفورميشن. فده حاجة الليجل اصلا، بيستخدم وسائل غير قانونية علشان ياخد معلومات، فده ياخد معلومات مش متاحة للعامة، فده حاجة ممنوعة. لكن الـ competitive intelligence لا، هو حاجة قانونية، لكن في نفس الوقت بدون ما توفر له الـ safeguards اللي هو الحماية بقى والإجراءات والصيانة وكده، ممكن يتحول للـ industrial espionage. ده المفهوم اللي بعد كده، حاجة اسمها الـ trademark infringement، اللي هو انتهاك العلامة التجارية. الشركات او كل معظم الشركات او كلها بيبقى عندها زي لوجو بقى او براند كده، ايدنتيتي، بيبقى فيه اللوجو بتاع الشركة، الاسم بتاع الشركة والحاجات دي، ما ينفعش حد تاني يستخدمه. لو حد استخدم بقى الحاجات دي، اللي هو مثلا ممكن يبقى لوجو، ممكن يبقى باكج ديزاين، ممكن يبقى ساوند، ممكن يبقى وورد معينة متسجلة باسم الشركة دي، ما ينفعش حد تاني يستخدمه. تعريف بقى التريد مارك انفرينجمنت هو ايه؟ is others using the same mark or similar mark on products label. ما ينفعش بقى حد تاني يستخدم نفس العلامة على منتجات بتاعته. في مفهوم برضو اسمه السايبر سكواتينج او السطو الالكتروني، انه ده بيبقى عبارة عن ايه، الناس بتاخد يعني مثلا انت عملت شركة باسم معين، فالناس بتاخد دومين نيم يعني بتاع الاسم بتاعك ده او بتاع العلامة التجارية دي قبل ما انت تلحق تاخده، وبيعملوا ويب سايت معين، وبعد كده ايه يحاولوا يبيعوا اللي هم عملوه دوت لاصحاب اصلا العلامة التجارية نفسهم بمبالغ طبعا ضخمة جدا. علشان تكافح بقى او تقلل حاجة زي كده، ان انت المفروض كصاحب شركة بقى تعمل ايه، تريجستر اول بوسيبل دومين نيمز. بمجرد ما تعمل الشركة بتاعتك تقدر بقى يعني ايه تحاول تعمل ريجستريشن ان انت تاخد الدومين بتاع الدوت اورج والدوت كوم والدوت انف، عشان ما حدش بعد كده يبتزك قدام بقى يعني. في مؤسسة كبيرة جدا اسمها ICANN، اللي هو Internet Corporation for Assigned Names and Numbers، دي موجودة في أمريكا، ودي هي اللي بتنظم عملية بقى إيه الدومينز نيمز والآي بي أدريسز والحاجات دي. المؤسسة دي موجودة من زمان جدا، من التسعينات يعني. تعالوا نحل الأسئلة الكومبليت على المحاضرة دي بسرعة كده. The courts have ruled in favor of reverse engineering to enable، قلنا حاجة اسمها interoperability. تاني واحدة، ده تعريف الـ open source code، means that the program code made is available for use or modification as users or other developers see fit. تالت حاجة قلنا ده الـ plagiarism، is the act of stealing someone's ideas or words and passing them off as one's own. بعد كده قلنا حاجة اسمها الـ competitive intelligence، إن أنت gathering legally obtainable information to help a company gain an advantage over rivals. Modifying an application that ran on one vendor's database to run it on another is called the نوع من أنواع reverse engineering. Using trade the same mark or on a product's label is called the lower trademark infringement. بعد كده قلنا في حاجة اسمها السايبر سكواتينج، دي عبارة عن ايه، ان انت تريجستر دومين نيمز فور فيمس تريد ماركس اور كومباني نيمز تو ويتش ذي هاد نو كونكشن. اخر حاجة قلنا حاجة اسمها اندستريال سبيوناج، يوزنج الليجل مينز تو اوبتين بزنس انفورميشن نوت افيلبل تو ذا جنرال بابليك. بكده نكون خلصنا المحاضرة الثامنة والأخيرة. سامحوني على أي تقصير في الفيديوهات، وربنا معاك في الامتحان إن شاء الله.